محمد الشوبي الممثل المغربي. انا اظن انه مهرجان ديال سينما المرأة بسلا هو اول مهرجان في افريقيا قاطبه كيحتفل بالمرأة وبسينما المرأة وبالافكار ديال المرأة وكيكرم المرأة وكيدير يعني لجنه ديال التحكيم للمرأة وكيهتم بجميع النواحي ديالها بما نعرفها حتى لدرجة حتى العلاقات اللي كتكون داخل الفيستيفال كتكون بين مخرجات ومنتجات وصحفيات ومثقفات نساء اللي كيجيبوا الخدمة ديالتهم وكيعرضوها في المهرجان. لمياء خربوش ممثلة ومنتجة سينمائية. بالنسبة للمهرجان كيف ما كتشوفوا الأجواء كانت جد رائعة، تحية سينمائية لكم جميعا. فكنتمنى إن شاء الله المهرجان هذه السنة الدورة 12 كنتمنى إن شاء الله يكون جد مميز ويعطي بادرة طيبة للشباب ونشجعوا الشابات المبدعات على السينما. ما عنديش جديد ما خدامينش ان احنا ما كنخدموش هاد البلاد، تيخدموا الاجانب وحنا جالسين كنتفرجوا. هذا المكان مدينة سلا تمتاز بهذا المهرجان ديال المهرجان السينمائي للمرأة. هذه الدورة 12 حقيقة، من الدورة الأولى إلى 12، وهذا المهرجان غادي من حسن إلى أحسن. فجمعية أبي القراق الله يجزيها بخير يعني كتكون مجهود جبار باش هذا المهرجان تكون عنده صفة دولية. أنا حسن فلان ممثل مبتدئ، يلا كنشق طريقي في الميدان الفني، أنا جاي نحضر لهذا المهرجان لأنه مهرجان محترم ومهرجان عنده آفاق كبيرة، وأنا دائما مع شي حاجة اللي كديرها المرأة فأنا معاها، لأن بلا مرأة ما كنعيشوش وبلا مرأة ما كنتعاش. Alors bonsoir à vous. Alors je me présente, c'est Omo Ramzi, artiste peintre, guitariste, chanteuse. Donc je me retrouve aujourd'hui au Festival International du Cinéma. C'est juste extraordinaire, c'est une très très bonne organisation. Rien à redire, les artistes barakallah alayhom, vraiment une très bonne réception. On a fait connaissance avec pas mal d'artistes, pas mal de personnes. Ashraf Ibrahim, Safir Masr fi Maghreb. يعني انا طبعا يعني المهرجان ده هو مهرجان لسينما المرأة. ما فيش مهرجانات كثيرة لسينما المرأة. أنا بعتبر هذا المهرجان له دور كبير لأنه مناقشة قضايا المرأة بالإضافة إلى الصحف وإلى الكتب وغيره، إنما مهم جدا إن هي يتم مناقشتها من خلال السينما، لأن السينما بتوصل لكل الناس بسهولة، لغتها سهلة. قضايا المرأة في الوطن العربي أو ما تواجهه المرأة في الوطن العربي ما هوش سهل، لأن قضاياها عملية تنميتها في مقاومة ليها، وبالتالي مهم جدا أنه المرأة هي اللي تعرض مشاكلها وتعرض كيفية الحلول ليها. الموضوع الرئيسي للمهرجان هذا العام التحرش او الاغتصاب هو موضوع مهم جدا، عدد كبير من الدول العربيه بتواجه فيه مشكله، وبالتالي انه عرض هذه المشكله ومناقشتها من خلال المراه سواء كانت منتجه مخرجه مؤلفه او ممثله هو مهم جدا. مؤخرا لاحظنا ان المنتوج المصري اصبح غير عليه الطلب اكثر من الدراما التركيه، كيف ترى ذلك؟ لا، هو المنتج المصري عليه الطلب، يمكن لاتساع السوق المصرية فالاهتمام يمكن ما يكونش زي الأول. المنافسة التركية أنا بعتبر أنها منافسة خطيرة جدا لأن هي غزو ثقافي، من المهم جدا أن احنا نتحسب منه حتى لو كان المنتج التركي بيعرض باللغة العربية واليوم بيعرض بلهجات مختلفة، هو غزو ثقافي يجب مقاومته. أعتقد أنه السينما والدراما المصرية ليها دور كبير في هذا الشأن، لكن أعتقد أنه الأهم أنه يجب يكون في تعاون بين المنتجين والفنانين في الدول العربية كلها لإنتاج سواء إنتاج مشترك سواء مساعدة بعض سواء شراء أفلام بعض وتبادل، لأن تبادل الثقافات والحفاظ على هويتنا العربية قدام غزو ثقافي تركي.
شكرا. معكم اسيا خربوش ملك جمال قفطان 2018. انا جيت فخوره بالحضور ديالي في مهرجان سينما ديال مدينه سلا، سورتو ان هذا اول خروج ليا في اول مهرجان ليا خرجت له، سورتو انا اللي كنمثل المراه المغربيه، ودابا انا جيت هنا بحال كنمثل المراه العربيه ككل. السينما المغربيه غدا كتطور الحمد لله، والدليل على ذلك ان المهرجان ديال بهذا المهرجان ديال سلا اللي حنا فيه دابا مهرجان كيعالج جميع قضايا المرأة، ماشي غير المغربية، المرأة العربية ككل، تحرش وزيد وزيد وزيد. دونك كنتمناو هاد المشاكل تحل، واخا حنا كنتمناو تحل، وما كيحاولوا يعالجوها في الأفلام وفي الأفلام وفي السينما ككل، السينما العربية ككل، كنتمناو أنها تحل وشكرا. الوغ منال ولاد الشرقي، منال الشرقي الاسم الفني، فنانة تشكيلية ومغنية في المغرب، و فوالا جو سوز اجوردي بور سوتونيغ لا فام، هذا الخاص لجميع المغربيات وجميع النساء العالم اللي كيسهروا على الأعمال الفنية و أوتر كي اكسل دايوغ، هذا شرف كبير أنني نكون متواجدة هنايا، وكنفكر أوسي بور توت سي دام كي سون أرسولي كي سون فيولي كي سون سيكيتري، لأن هما عندهمش صوت باش يتكلموا، وحنا اليوم كفنانة حاضرين في هذا المهرجان باش نتكلموا بصوتكم، باش نقولوا بان لا فام اي فورت، لا فام اي بويسونت، ولا فام ايل بو اي اريفي، لا فام بو فير دو غراند شوز، اي نو سام لا اوجوردي ا كري ليستوار، نو فوزون دو غراند شوز في البلد المغرب العزيز، وتنتمنى لجميع النساء العالم يكونوا قويات وياخذوا ليكزامبل، باسكو اون فو جامي اباندوني. ودائما avec l'espoir on arrive à faire de grandes choses. Donc voilà, هذا هو الميساج ديالي ليكم جميع، و je vous aime, je vous adore, et puis je vous vois bientôt في الحصريات ديالي على اصوات. ميرسي. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.